أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها كالعادة بالعناوين. سقوط 19 شهيدا بقصف إسرائيلي لمواطنين ينتظرون مساعدات في غزة. العثور على جثث 65 مهاجرا على الأقل بمقبرة جماعية في ليبيا. بعد المجزرة في رداع، الحكومة تكشف عن سعي ميليشيا الحوثي لوأد الجريمة. أهلا بكم. بداية هذه الجولة الصحفية من الأحداث في غزة، حيث قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم بغارة عدة مناطق متفرقة من القطاع، مستهدفا فلسطينيين كانوا ينتظرون المساعدات في دوار الكويت. ونقلا عن موقع الجزيرة، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة استشهاد 19 مواطنا وإصابة 23 آخرين في القصف الذي طال منتظري المساعدات. يقول موقع الجزيرة أنه بالتزامن مع ذلك، أكد مكتب الإعلام الحكومي أن قوات الاحتلال قتلت 100 شخص وأعدمت كوادر طبية داخل مجمع الشفاء الطبي. وفي الضفة الغربية التي تشهد توترا متصاعدا منذ أشهر، نفذت قوات الاحتلال اقتحامات ليلية واعتقالات جديدة، وذلك بعد ساعات من عملية أوقعت عددا من الجنود الإسرائيليين جرحى. وفي الشأن الإنساني، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن إسرائيل منعت اليوم وصول قافلة مساعدات غذائية إلى شمال غزة، وأن السكان هناك يعيشون على حافة المجاعة. أثار التوجه الأمريكي نحو بناء ميناء بحري في غزة مخاوف وأسئلة عديدة حول الغرض من هذه الخطوة. موقع ميدلست آي البريطاني نشر مقالا للكاتب ديفيد هيرتس، حذر فيه من أنه إذا سمحت واشنطن لإسرائيل بتحويل غزة إلى مخيم عملاق للاجئين، مما يجبر الفلسطينيين تدريجيا على ركوب القوارب، فسوف تتكشف معركة وجودية غير مسبوقة في جميع أنحاء المنطقة. وأورد هيرتس أن نتنياهو كلف رون ديرمر أحد أقرب مساعديه باستكشاف طرق لتخفيف عدد سكان غزة، وأن الفكرة كانت هي تجاوز مقاومة مصر والولايات المتحدة وأوروبا لموجة جماعية أخرى من اللاجئين من خلال فتح البحر كبادرة إنسانية. أكد الكاتب أن البحر مفتوح أيضا أمام سكان غزة، وبناء على رغبتها ستفتح إسرائيل المعبر البحري وتتيح هروبا جماعيا للفلسطينيين إلى الدول الأوروبية. شدد هيرتس على أنه ليس هناك ما يشير إلى أن نتنياهو قد تخلى عن خطته الرامية إلى دفع أعداد كبيرة من الفلسطينيين للهرب عبر القوارب البحرية. وبحسب ما نقله صحفي في كان نيوز، فإن نتنياهو قال إنه لا يوجد عائق أمام مغادرة الفلسطينيين لقطاع غزة باستثناء عدم رغبة الدول الأخرى في قبولهم. ولفهم الأغراض الخفية الأخرى من وراء بناء ميناء بحري مؤقت في غزة، ننشر أجزاء من المقال الذي كتبه رئيس صحيفة ميدلست آي ديفيد هيرتس وترجمه موقع عربي بوست. باتت خطة نتنياهو واضحة الآن، إطالة أمد الحرب قدر الإمكان، وإغلاق كافة الحدود البرية انتهاء برفح، وجعل البحر هو طريق الفرار الوحيد للفلسطينيين من غزة. وبعيدا عن كلمات الإدانة الحادة، عمل بايدن والاتحاد الأوروبي حتى الآن لمصلحته، ويجري بناء البنية التحتية لمثل هذه الخطة أمام أعيننا الآن بمساعدة واشنطن الراغبة بذلك. فيجري بناء رصيف بحري لاستقبال المساعدات مباشرة في غزة. يقول بايدن إنه سيكون قادرا على استقبال سفن شحن كبيرة تحمل الغذاء والماء والأدوية والملاجئ المؤقتة. لم يكن الرصيف العائم رد فعل على المجاعة الوشيكة، بل كان جزءا من التخطيط الذي أدى إليها. وانظروا أين يبنى الرصيف، يوجد بالفعل ميناء أكبر وجيد في مدينة غزة، لكن هذا لن يناسب هدف نتنياهو. ويظهر الميناء الجديد عند نهاية الطريق الذي شقه الجيش الإسرائيلي عبر منتصف قطاع غزة ليفصل بين الشمال والجنوب،
وفي حين ستبني القوات الأمريكية الرصيف، سيشرف الجيش الإسرائيلي على المساعدات القادمة عبره ويفتشها. وبينما تشق السفينة التي ستبني الرصيف البحري طريقها ببطء نحو غزة، سيستغرق الأمر شهرين قبل إنشاء الرصيف وتشغيله. وتقول مصادر في البحرية الأمريكية إن تفاصيل طريقة تدفق المساعدات إلى غزة من البحر سيتم التوصل إليها لاحقاً، والسبب وجيه، فالطريق والميناء سيكونان تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، وهو نفس الجيش الذي أغلق نقاط الدخول الموجودة واستهدف الفلسطينيين الذين يحاولون تأمين شاحنات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة. وأي شخص يعرف المنطقة وتاريخ الصراع يجب أن يكون مدركاً لاستخدام كلمة مؤقتاً عند تطبيقها على بنية تحتية من هذا النوع. فجدار الفصل في الضفة الغربية المحتلة كان من المفترض أن يكون رد فعل مؤقتا على الانتحاريين، وكان حصار غزة من المفترض أن يكون مؤقتا، والآن يطلب منا أن نتقبل ميناء في غزة تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي باعتباره بنية مؤقتة للتعامل مع المجاعة. وسط جمع من الأهل تقول طفلة غزية اسمها ليان وهي تبكي: حبيبتي يا أختي. وذلك بعد أن استشهدت شقيقتها ساجة في قصف إسرائيلي على منزلهم في دير البلح وسط القطاع. نشاهد هذا الفيديو المنشور في وكالة الأناضول لهذا الوداع الحزين. بنفعش تعيط؟ استحيها تعال. لا لا يا بابا بنفعش. قولي بسم الله الله يرحمها. بصيها بصيها يا بابا بصيها. يلا بصيها يا غدي يا ابي. لا بنفعش تعيطي. بصيها بصيها وخلص. بصي ايوه خلص. قولها الله يرحمك يا رب. وحده الله. في متابعات اخبار وتفاصيل الهجوم الارهابي على قاعه سينما في ضواحي موسكو، اعلن الكرملين اليوم السبت توقيف 11 شخصا بينهم المهاجمون الاربعه الذين نفذوا الهجوم الذي اوقع 143 قتيلا في صاله للحفلات الموسيقيه وتبناه تنظيم داعش، في اشاره روسيه الى ارتباط المهاجمين باوكرانيا. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان منفذي هجوم كروكس كانوا يتجهون للحدود الروسيه الاوكرانيه قبل القبض عليهم، إلا أنه بحسب صحيفة الشرق الأوسط نفت أوكرانيا أي ارتباط لها بالحادثة. وحول عنوان ما هو تنظيم داعش خراسان ولماذا يهاجم روسيا، كشف مسؤول أمريكي لوكالة رويترز أن أمريكا لديها معلومات استخباراتية تؤكد مسؤولية تنظيم داعش عن الهجوم الذي استهدف حفلا موسيقيا قرب موسكو. وفي تصريحات نقلتها وكالة تاس الروسية للأنباء، قال نيكولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن الروسي أن الهجوم أظهر مدى التهديد الذي يشكله الإرهاب على روسيا. وفي وقت سابق قال إلكساندر خاينتشاين العضو في مجلس النواب الروسي إن شخصين يشتبه بضلوعهما في تنفيذ الهجوم اعتقلا في منطقة بريانسك الروسية بعد مطاردة بالسيارات، لكن آخرين لا يزالون طلقاء. استعرضت المواقع الإخبارية واحدة من مآسي ومخاطر الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، حيث صدر بيان لمنظمة الهجرة الدولية يفيد بأنه تم العثور على مقبرة جماعية تضم جثث 65 مهاجرا على الأقل في جنوب غرب ليبيا هذا الأسبوع، ولم تعرف بعد ظروف وفاتهم وجنسياتهم، لكن يعتقد بأنهم لقوا حتفهم أثناء عملية تهريبهم عبر الصحراء. بحسب موقع فرانس 24، فقد دعت المنظمة السلطات الليبية إلى ضمان انتشال رفات المهاجرين المتوفين والتعرف عليهم ونقلهم في شكل يحفظ كرامة الضحايا وإبلاغ عائلاتهم ومساعداتها. تضمن بيان لمتحدث باسم منظمة الهجرة أن كل تقرير عن مهاجر مفقود أو خسارة روح تعني عائلة في حالة حزن تبحث عن أجوبة بشأن أحبائها أو تأكيد لمأساة الفقدان. ذكرت المنظمة أن حالات الوفاة هذه تظهر الحاجة الملحة إلى التعامل مع تحديات الهجرة غير المنظمة، بما في ذلك عبر استجابة منسقة لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
ووفق مشروع المهاجرين المفقودين التابع لمنظمة الهجرة، فإن 3129 حالة وفاة وفقدان سجلت عام 2023 على طريق المتوسط إلى أوروبا، ليصبح طريق الهجرة الأكثر تسببا بسقوط وفيات في العالم. تحت عنوان إذا غابت أمريكا انفردت الصين بالملعب، كتب خالد اليماني مقالا في موقع اندبندنت عربية وجاء فيه: إن التهديد الصيني لأمريكا كقوة عالمية يتجاوز فرضية التعايش السلمي في بيئة من التنافس الشديد وتقسيم المصالح بلا ضرر ولا ضرار. النمو الاقتصادي المتسارع للصين وتوسيع بصمتها الاقتصادية العالمية من خلال مبادرات على شاكلة الحزام والطريق يتحدى الهيمنة الاقتصادية التي تتمتع بها أمريكا تاريخياً، وصعود الصين في مجالات التصنيع والتكنولوجيا والتجارة جعلها منافساً شرساً لأمريكا في الأسواق العالمية، كما أن المنافسة التكنولوجية الصينية تتسع يوماً بعد يوم بموازاة جهودها للتحديث العسكري، مما زاد من استعراضها للقوة في منطقة المحيطين الهندي والهادي، فيما يحاول الخطاب الدبلوماسي الصيني إيجاد صوت جماعي عالمي ضد النظام العالمي الذي تقوده أمريكا، مقدماً نهجاً جديداً يقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم الاكتراث لحقوق الإنسان ولا بالديمقراطية. ويبقى التحدي أمام السعي الصيني لدفن النظام العالمي الذي تقوده أمريكا منذ نهاية الحرب الباردة، بما وفره من مناخات بناءة للتقدم والنماء في جميع دول العالم، وأفضى إلى بروز الصين كقوة عالمية. إن أمريكا ما زالت تواصل الحفاظ على قوة اقتصادية وتكنولوجية وعسكرية ودبلوماسية وازنة في وقت تواصل فيه ريادتها للابتكار واحتفاظ اقتصادها بديناميكية مثيرة للإعجاب، ولكنها مع الأسف تجر إلى مستنقعات صراعات وأزمات خارجية وداخلية يراد منها تقريب نهاية العصر الأمريكي وانفضاض الشركاء التقليديين عنها. فهل يدرك صناع القرار الأمريكي ديمقراطياً كان أم جمهورياً خطورة الأمر؟ كشفت الحكومة الشرعية عن مساع حوثية لدفن جريمتها الوحشية التي ارتكبتها في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، والتي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح. قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في بيان على منصة إكس: نحذر من مساعي الجماعة لدفن جريمة رداع، حيث دفعت بمجاميع كبيرة من عناصرها في محافظتي ذمار وصنعاء إلى مدينة رداع. وبحسب الإرياني فإن التحشيدات الحوثية أتت لغرض تنظيم مسيرة لنصرة غزة، والتي تهدف لإظهار التأييد الشعبي، وأن أبناء رداع ما زالوا يؤيدونها رغم الفاجعة التي حلت بهم. يقول الإرياني إن الحوثيين فشلوا في إقناع أهالي ضحايا الجريمة ووجهاء المنطقة بالتنازل عن دماء أبنائها، رغم حملة الضغوط والإغراءات التي مورست عليهم، لذلك لجأت إلى الحشد من خارج المحافظة. يضيف وزير الإعلام أن الجماعة تهدف من خلال المسيرة إلى استعادة هيبتها أمام المجتمع المحلي في رداع والبيضاء، وتكثيف ضغوطها على أهالي الضحايا وإجبارهم على القبول بالحلول التي طرحت عليهم. تتكشف تفاصيل أخرى حول جريمة ميليشيا الحوثي في مدينة رداع، والتي حدثت في 9 من رمضان. ومن هذه التفاصيل ما أكدته منظمة رايتس رادار من أن هناك 4 أشخاص قتلوا بقذيفة RPG أطلقها الحوثيون باتجاههم أثناء محاولتهم التدخل لإسعاف ضحايا تفجير المنازل على رؤوس ساكنيها في رداع البيضاء. ينقل موقع الحرف 28 البيان الصادر عن المنظمة، حيث أدانت منظمة رايتس رادار إقدام الحوثيين على تفجير منازل مدنيين من سكان مدينة رداع، والتي سقط ضحيتها نحو 25 مدنيا بين قتيل وجريح بينهم نساء وأطفال. المنظمة أكدت مقتل 12 مدنيا، 8 منهم جميع أفراد عائلة محمد سعد اليريمي، بينما قتل 4 آخرون بقذيفة RPG أطلقها الحوثيون باتجاه مجموعة حاولوا التدخل لإسعاف الضحايا. وأضافت
أن مسلحي الحوثي قاموا بتفخيخ المنزلين متجاهلة تحذيرات أهالي الحي من خطورة ما سيتم الإقدام عليه، غير أن المسؤولين الحوثيين لم يكترثوا بالتحذيرات وأقدموا على ارتكاب هذه العملية دون مبالاة. وقالت قناة بلقيس في معلومات إضافية إن الأشخاص الأربعة الذين قتلوا بالقذيفة الحوثية هم من فئة المهمشين، وقد أخذت ميليشيا الحوثي جثثهم إلى محافظة ذمار. وبحسب رايتس رادار فإن السلطات الحوثية تمارس في البيضاء وصنعاء ضغوطا شديدة بلغت حد التهديد بالقتل ضد ناشطين وحقوقيين بثوا صورا ومقاطع لهذه الواقعة التي أثارت أصداء واسعة في الشارع اليمني. بعنوان كيف نسمي قتلة شعوبنا أبطالا، كتبت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان مقالا في موقع بلقيس، وجاء في المقال: لا هجمات الحوثي في البحر الأحمر ولا منازلات حزب الله مع موقع العلم أوقفت إسرائيل عن المضي في مخططها الإجرامي لإبادة غزة وتهجير شعبها. بات واضحا أنه إذا توقفت الحرب فبسبب صمود وتضحيات غزة وما جلبته من ضغوطات وتضامن حول العالم. أصبحت إسرائيل تشعر معها بأنها باتت دولة منبوذة أو تكاد. يمتلك محور إيران من القدرات والإمكانات لا سيما في سوريا ولبنان والعراق ما كان يكفي لفرض إيقاف إطلاق النار على إسرائيل خلال الأسبوع الأول، لكنه لم يفعل واكتفى بمواجهة محدودة يخوضها حزب الله مع موقعين خاليين على مرمى حجر من جنوب لبنان، والحوثيون مع السفن العابرة إلى إسرائيل عبر باب المندب، وهي مواجهات ضمن قواعد اشتباك مسموح بها، إذ لا تشعر إسرائيل معها بأنها مضطرة إلى دفع كلفة غير مقدور عليها. الذين يشعرون بالمن ويكيلون الامتنان لمحور إيران ويكتفون بما تيسر هو بسبب المقارنة التي يجرونها بين ما تيسر هذا الذي يقدمه محور إيران مع الخذلان والتآمر الذي تقوده السعودية والإمارات ومصر تحديدا، لكنها مقارنة غير مستساغة وغير موضوعية. فمتى قدم هؤلاء أنفسهم مع المقاومة الفلسطينية في أي مستوى كان؟ هم يقدمون أنفسهم باعتبارهم محور التطبيع خطابا وممارسة. المقارنة المنطقية يجب أن تتم بين ما الذي كان بمقدور محور المقاومة كما يسمي نفسه أن يقدمه وبين ما قدمه بالفعل من فتات. أحبابنا القانعين بما تيسر من الفتات، نتفهم قناعتكم هذه التي خلقتها الفظاعات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في ظل الخذلان العربي المطلق أكبر من كون الفتات قد خلق أو سيخلق فارقا لصالح الفلسطينيين. لكن وهذه هي المعضلة الكبيرة، أنكم في الوقت الذي تكتفون فيه بهذا الفتات تطلبون منا كل شيء، أن نسمي قتلة شعوبنا أبطالا. مجموعة من الصور نشرتها صحيفة العرب الجديد من عدد من الوكالات العالمية لمعاناة أطفال غزة، دعونا نشاهد. وأيضا إليكم أبرز رسومات الكاريكاتير لهذا اليوم نتابعها في جولتنا الأخيرة.
وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.